رسالتي هي الانتصار للحياة، والحياة ستعود. لبنان البلد اللي ما بيموت، خلقوا لك وطن تتقاتل عنه. الوطن اللي بتدفع حقه دم بيبقى لك. مقاومة بلا فكر قتال بلا قضية، وخاصة إذا كان الإعلام عم بيساعد للتوجيه على عدم قول الحقيقة. والساكت عن الحق شيطان أخرس. لبنان مصلوب ومظلوم، بس من بعده في أيام. أكيد نصبر على الوضع، لأنه بالنهاية ما رح صح إلا الصحيح. نقطة فاصلة مع حبيب يونس، متهم بحب الحياة، وعنوان الحلقة قهر المآسي بالوعي وأحياناً بالسخرية. وضيوف الحلقة المعالجة النفسية ستيفاني غانم والروائي الدكتور رامز عوض. الليلة 10:15 مباشرة على الأو تي في.